ألمانيا السيد كلاوس بيست، ومن دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ راشد العلي، ومن مصر الأستاذ ناصر مشتهى. مسؤول ميدان من مصر الدكتور محمد حماد، وننتظر دخول الأفراس إلى أرض الميدان. الحكام الآن في أرض الميدان ينتظرون الفئة القادمة، أفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات. إذن اكتمل عقد الأفراس المشاركة في هذه الفئة، فئة الأفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات. 9 أفراس تتنافس بهذه الفئة على المراكز الخمس، وفرسان تنتقلان للبطولات يوم غد، المتأهلات يوم غد، وتتويج لخمس أفراس. مجموعة جميلة، انتقلنا من مرحلة إلى مرحلة، مرحلة المهرات إلى مرحلة الأفراس المنتجة. كما تشاهدون مجموعة من تلك الأفراس أيضا هي لاقح أو حامل
وهذا هو الذي يريده المربي من الفرس العربية الأصيلة، ليس فقط المركز ولا البطولة، يريد منها هذا الكنز المدفون في أحشائها باستمرار. كل عام تهدي مربيها كنز من الكنوز. نعم، هي هذه الأفراس العربية التي بطونها كنز وظهورها عز، وهي لنا من الشيطان حرص. هذه الخيول العربية الأصيلة التي نشاهد، قد لا تفوز اليوم لكن هي فائزة دائما وأبدا، فائزة بهويتها بأصالتها، فائزة بخيرها ببركتها من الله سبحانه وتعالى، فهي فائزة دائما وأبدا. وأيضا من بطون تلك الأفراس سوف نشاهد مهرات وأمهار يصبحون بطلات وأبطال. نعم، هذا هو الكنز المدفون داخل كل فرس من الفرس العربية الأصيلة. ممكن أن تأتي في المركز السابع أو الثامن أو التاسع، لكن تنجب مهرة بطلة أو مهر بطل. هذا هو ديدا للدماء العربية المصرية الأصيلة التي نعتز بها دوما، وأيضا نفتخر في هذه الأثناء. تخرج تلك الأفراس من أرض الميدان لنشاهد أولى الأفراس من خلال الحركة، الرشاقة، الخفة، القوة، الأناقة للفرس العربية الأصيلة. First mare you go. الفرس رقم 60 النظر إلى المواصفات الجميلة للفرس العربية الأصيلة، الرأس والرقبة. والرأس للجواد العربي هو أهم ما يميز الخيل العربية، تاج المحاسن كما يقولون للخيل العربية هو رأسها، تاج محاسنها هو رأسها. والعلامة الرأس والرقبة لها 20 علامة. نشاهد الحكام كيف يقتربون، يتأكدون، وأيضا يضعون العلامة التي تستحق، وجميع أفراسنا تستحق منا كل التقدير. الآن المشي ذهابا والنظر إلى القوائم من الخلف، وينظرون للاستقامة للقوائم. بعد أن شاهدوا القوائم بالوقف ينظرون للقوائم من الخلف، العودة والنظر إلى القوائم من الأمام، وبذلك يكون الحكام أخذوا الانطباع الكامل عن المواصفات الجميلة للفرس العربية الأصيلة. الوقفة الأخيرة ويبدأ الحكام بوضع العلامات في هذه الأثناء. شكرا، ثانك يو. توني هذه الفرس بانتظار الفرس التالية بأرض الميدان. Next mare you go.
إذا تونية دي الفرس. نستقبل الفرس التالية بارض الميدان. Next, where to go? نتائج للمهرجان 60 كنز البوادي من الأب إعجاب الريان ومن الأم كهرمانة الزبير المالك والمربي مزرعة البوادي. سكور في نمبر 60 تايب الهوية العربية 19.5 19.5 19.5 19.5 19.5 19 and 19.5. ما شاء الله هيدا ذاك الرأس والرقبة 19.5 19.5 19.5 19.5 19 and 19.5. ما شاء الله بعد أن تبلاين دي سمحة الظهر 18 18 17.5 18 18 17.5 and 18 legs 15.5 15.5 16 15.5 16 15.5 15.5. movement الحركة 19 19 18.5 18 18.5 and 18.5. total score 91.20 و ممكن نشوف الفرس التالية بأرض الميدان. Next, where to go? الآن نتائج الفرس رقم 61 مروى البوادي من الأب دسوقي البوادي ومن الأم نايل نور البوادي المربي مربط البوادي والمالك مربط دوناتو. سكور مير نمبر 61 تايب الهوية العربية
19.5 هذا هناك راس الرقبه 90.5 علامة جمعتها الجميلة مروة البوادي. مرتقو الفرس التالية لأرض الميدان. هذه الآن نتائج الفرص رقم 62 ذهب العلوي وهم الأبقاس مصقر والأم ورود بدراوي المالك والمربي مزرعة العلوي. سكور بين نمبر 62 تايب ذوي العربية يونانيمس 18.5 18.5 من جميع الحكام. هيد ذاك الرأس والرقبة 18.5 3 تايمز بعد أن تبلانج سمحة الظهر يونانيمس 17.5 17.5 جميع الحكام. ليكس قوائم 15.5 15 16 15 15.5 3 times. موفمنت الحركة 19.5 19 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
You next mayor to go.
إذا نعلن الآن نتائج الفرص رقم 63 سكرة الأصيل ويذهب كروان صقر والأم إيمان الأصيل المالك والمربي مزرعة الأصيل سكور بين نمبر 63 تايب الهوية العربية 19.5 18.5 18.5 18.5 19.5 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
شكرا جدار الف على التالية next mail go لدينا الآن نتائج الفرص رقم 64 هذه فرص هي نوادر الحسن من أب تريز رشيد القصار من أم نادرة الحسن المالك والمربي مزرعة الحسن سكور من نمبر 64 تايب هوية العربية 18.5 19 18.5 19.5 18 19.5 18 19.5 18 19.5 18 19 19.5 18.5 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 بعد أن تبلان جسر محط الظهر 18.5 movement الحركة 90 علامة جمعت الفرس رقم 64 نوادر الحسن.
الساعات الأخيرة لهذه الفرس لتنهي، ونشكرها ونرحب بالفرس التالية في عرض الميدان. Next mare to go. إذن لديها الآن نتائج الفرص رقم 65 روز رباب نائب الأب ملاح والأم مرمرة فيلا المربي مزرعة رباب والمالك مزرعة غرياني. سكور من نمبر 65 تايب الهوية العربية 18.5 18.5 18.5 18.5 19 and 18.5. هيدا نيك الرأس والرقبة 18.5 18.5 18.5 18.19 and 18.5. بعد أن تبلين جسم خط الظهر unanimous 17.5 جميعا حكام legs قوائم 15 15.5 15.5 15.5 15.5 15. movement الحركة 18.5 18.5 18.5 18.5 19 and 18.5. total score 88.40 88.40. مجموع علامات روز رباب. أرجو من المشاركات بالفئة القادمة فئة الرابعة با تجهيز الأفراس لو سمحتوا بالسرعة الممكنة. المشاركات بالفئة القادمة الفئة الرابعة با أرجو تجهيز تلك الأفراس للفئة القادمة لو سمحتوا بالسرعة الممكنة. Okay, next mare to go. إذا كانت هذه آخر لا شوف في لا هنالك فرص أخرى. Next mare to go. الفرص التالية لأرض الميدان. نتائج الفرص رقم 66 وهي قمر سيسو. قمر سيسو من الأب جميل آدم والأم دينار المصري المالك والمربي مزرعة سيسو. سكور بين نمبر 66 تايب هوية العربية 18.5 19 19 18.5 19 18.5. الرأس والرقبة 19 19 19 18.5 19 18.5. بعد أن تبلان جسم خط الظهر 18 18 17.5 18 18 and 18. legs قوائم 15.5 15 16 15.5 15 15.5 movement الحركة
89.40 89.5 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
آخر الأفراس في أرض الميدان. أذكر الفئة القادمة سوف نبدأ الساعة 5:15، إذا سرعة تجهيز الأفراس، سرعة تجهيز الأفراس الفئة القادمة سوف نبدأ بالضبط في تمام الساعة 5:15. Thank you judges, thank you ringmaster, thank you DC. شكرا للحكام ومسؤول الميدان ولجنة الانضباط. لحظات لنعلن علامات باقي الأفراس. انتظر علامات الفرس رقم 67 فرحة مهر لايف نلعب مدين النقيب نلعب جواهر مهر لايف. This program is offered by والمربي مزرعة مهر لايف. دكتور محمد حماد، دكتور محمد حماد. يا بسك سيكس كور. وضع للفرس رقم 67 ننتظر وبعدها هنالك علامة لم توضع من أحد الحكام بعد وضعها بإذن الله نتابع علامات الفرس رقم 67. لحظات ونعلن نتائج الفرس رقم 66 رقم 67 أنا 66 لا أعلنناها. الآن لدينا نتائج الفرس رقم 67 فرحة مهر لايف أوكي سكور بير نمبر 67 داي بالهوية العربية 18.5 18 18. Head and neck, 18, 17.5, 18.5, 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
Netflix Prime 14.5 14 14 14.5 15 15.5 15 total score 87.30 87.30 للمهارة الفرس رقم 67 فرحة مهر لايف 87.30 مجموعة علامات. انتظار آخر النتائج للفرص رقم 68 مروة رباب من الأب تاج الدين الصافنات والأم زين السلطان المالك والمربي مزرعة رباب. بعد إعلان النتائج سوف يتفضل مشكورا بتتويج الفائزات الحكم الدولي الرائع السيد أحمد حمزة مالك مزرعة حمدان حكمنا الدولي الرائع والمميز وكان في بطولة باريس العالمية له منا كل التحية والتقدير السيد أحمد حمزة مالك مزرعة حمدان سوف يتفضل مشكورا بتتويج نمبر 68 تايب الهوية العربية 80.5 19 80.5 19 19 19 19 هذا هناك على أصوات رقبة 80.5 19 18.5 18.5 19 19 19 وده أنت بلان جسم حط طاهر 18 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
feel the sun on the skin of spring. We don't wanna grow up. إذن نتائج النهائية، المركز الأول first place مير نمبر 60 كينزي البوادي، ألف مبروك لمزرعة ربط البوادي الرائع، المركز الأول. second place المركز الثاني في نمبر 61 مروة البوادي. third place المركز الثالث مير نمبر 64 نوادر الهوسم. fourth place المركز الرابع مير نمبر 66 قمر سيسو. fifth place المركز الخامس مير نمبر 63 الفرس رقم 63 سكر الأصيل. المبروك لجميع الفائزات في هذه الفئة. يتفضل مشكورا السيد أحمد حمزة مالك مزرعة حمدان، وأيضا الحكم المصري الدولي الرائع السيد أحمد حمزة، لك منا كل التحية والتقدير. نفتخر دائما بالحكام المصريين والحكام العرب دائما، وهم متميزون في كل مكان. مبروك لجميع الفائزات من الأفراس استطاعت من خلالها الرائعة. الفرس رقم 60 كنز البوادي من الأب عجاب الريان والأم كهرمانة الزبير. المالك والمربي مزرعة البوادي الرائعة، ألف مبروك المركز الأول. مبروك مزرعة البوادي أبو عادل وعادل، مزرعة البوادي الرائعة متألق دائما، ألف مبروك. المركز الثاني للرائعة الأخرى مروة البوادي، الفرس رقم 60
مروى البوادي من أبدو سوق البوادي ومن أبناي نور البوادي المربي مزرعة البوادي والمالك مزرعة دوناتو. ألف مبروك لمزرعة دوناتو الرائعة، مبروك. المركز الثالث للفرس رقم 64 وهي نوادر، الفرس رقم 64 نوادر الحسن. المبروك لمزرعة الحسن الرائعة، نوادر الحسن من أب تاريس رشيق قصر والأم نادرة الحسن، مزرعة الحسن الرائعة، ألف مبروك. المركز الثاني. المركز الرابع لرقم 66 قمر سيسو، قمر سيسو الأب جميل آدم الأم دينار المصري المالك والمربي مزرعة سيسو، المبروك لمزرعة سيسو الرائعة. والمركز الثالث الخامس لسكر الأصيل الأب كروان صقر والأم إيمان الأصيل، ألف مبروك لمزرعة الأصيل الرائعة، مبروك لكم جميعا. مبروك لجميع الفائزات والشكر الموصول للسيد أحمد حمزة مالك مزرعة حمدان والحكم الدولي معروف، ألف مبروك لجميع الفائزات. لحظات نكون مع القسم الثاني من الأفراس بعمر من 4 إلى 6 سنوات، أرجو سرعة التجهيز.